بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. رغم فوز الزمالك النهارده بربعيه قدام غزل المحله الا انك لا تجرؤ انك تقول ان الزمالك بيقدم مباراه مثاليه، لان الزمالك اللي احنا اتفرجنا عليه النهارده فيه 10 دقايق رتم عالي و10 دقايق الزمالك خطير جدا و10 دقايق الزمالك بيريح. الزمالك النهارده متاثر جدا بغياب طارق حامد، طارق حامد اللي ملوش بديل حرفيا في الزمالك، طارق حامد اللي وجود محمود عبد العزيز زيزو كان بيشكل مشكله كبيره جدا. اول 10 دقايق كنا شايفين ان خط دفاع نادي الزمالك بالديفندر اللي قدامهم عندهم مشاكل كتيره جدا، وكنا شايفين ان لعيبه غزل المحله بتلعب كتير جدا في العمق. فنادي الزمالك اول 10 دقايق تبص كده في مشاكل، بس ما حدش يقدر يتكلم. طب عواد دكه النهارده ليه؟ علشان خاطر ابو جبل يروح للمنتخب، معروفه يعني الموضوع عادي، يعني عواد لازم يقعد النهارده عشان خاطر جباسكي يروح المنتخب. طب حازم امام قدم ماتش كويس، يقعد النهارده ليه؟ كده كده حمزه المسلوسي مضمون من المنتخب، يعني مفترض انك تكمل بحازم النهارده. لا معلش احنا هندي لحمزه المسلوسي. طب رزاق سيسي كان افضل واحد عندك على اطراف الماتش اللي فات، لا ما احنا هندي النهارده. بص احنا بنلعب 4-1-4-1، هي 4-1-4-1. طب اما عاشور بقى بيلعب هو وزيزو وبن شرقي وقدامهم وطبعا مع مصطفى فتحي قدامهم سيف الدين الجزيري، كل واحد بقى فيهم بص بينسقوا مع بعض، كل زيزو هيتحرك يمين، اشرف بن شرقي هيتحرك شمال، مصطفى فتحي هيكون اقرب لمهاجم تاني، قدامهم سيف الدين الجزيري. وضحت اهي؟ والله هي وضحت، بس هي فيها مشكله في الشق الدفاعي. لا ما احنا عارفين كويس ان غزل المحله ما بيدخلش المباراه الا بعد الهدف التاني. ده انت مذاكر بقى، واضح انك مذاكر غزل المحله كويس، علشان فعلا غزل المحله بيخشش غير في الشوط التاني بعد ما يلبس الهدف التاني، عملها قدام الاهلي فاكيد هيعملها قدام الزمالك النهارده. بس الزمالك الشهاده لله عمل شوط اول يعني 10 دقائق كويسه جدا، 10 دقائق فيهم تصويبه من امام عاشور خبطت في العارضه، فيهم الهدف الاول اللي كروس جميل جدا من احمد سيد زيزو بتوصل الكوره للاعيب زي محمود علاء بيكون زايد في الكوره، في الكوره الركنيه بتخبط في العارضه وبتيجي لمصطفى فتحي اللي بيحطها بكل سهوله في الهدف الاول. الهدف الاول طالما جه خلاص بقى غزل المحله ومحمد وده مصر ان هم يفتحوا، لسه بيسنطروا الزمالك قطع الكره وسجل الهدف الثاني عن طريق اشرف بن شرقي. خلاص بقى احنا قفلنا كل حاجه، ناخد احنا ال 10 دقايق تحسينه بقى بتاعتنا، خدهم براحتك يا عم، مفيش اي مشكله. خدنا ال 10 دقايق تحسينه، بدانا الشوط الثاني، غزل المحل هو اللي بيهاجم، بس العارضه قالت لك لا احنا ماشيين بمبدا، احنا مش بنعاند الزمالك بس، عشان خاطر الناس اللي بتقول لك العارضه والسيناريوهات ما بتحصلش غير مع الزمالك، لعيب الغزل بيشوط بابلو مفوفي تقريبا خبطت في العارضه. الماتش ده اجمل حاجه فيه الكوره اللي جت في العرض بس والله. وتقعد بقى تبص كده الزمالك هيخش في الجيم امتى؟ الزمالك هيجي في الجيم امتى؟ كالترون بقى بيعمل تغييراته اللي هو قال يا جماعه انا محتاج ان انا انزل رازيسي ومحتاج ان انا انزل محمد ونجم لعل اللعيبه دي تقدر ان هي تدي حماس وروح في الخط الهجومي، وبسم الله ما شاء الله. ونجم اول ما نزل راح مسجل على طول، تصويبه صاروخيه خبطت في العارضه برضه تاني وراحت داخله المرمى على طول، علشان يجي بعدها اشرف بن شرقي يعمل لوب عالمي ويسجل الهدف الرابع، ونقعد بقى بعد كده نشد اللحاب اللي هو مرضينا معاه. لعبنا ثلث ساعه حلوين اهو، ثلث ساعه او تقريبا كده 25 دقيقه في 90 دقيقه، اربع اهداف وكله مرضي وبما يرضي الله. بن شرقي سجل له هدفين، مصطفى فتحي النهارده كان سيء بس سجل له هدف، محمد اوناجم نزل سجل هدف وضيع هدف وكله مرضي، كله مرضي. حتى سيف الدين الجزيري لعب واحده بدماغه جميله جدا بس للاسف جت في العارضه برضه، وابو جبل مرضي معانا ورا، وسيف الدين الجزيري مرضي معانا قدام، وكابتن مدحت عبد الهادي مرضي على الخط، وكابتن امير عازم مرضي على الخط، وامير مرتضى مرضي على الخط، ومرتضى منصور مرضي بره، وطارق حامد مرضي بالحديقه اللي سميناها باسمه، ومحمد صلاح رضيناه بالحديقه اللي كتبناها باسمه في نادي الزمالك، وكابتن رضا عبد العال رضيناه بالحديقه اللي اهديناها له في نادي الزمالك. شعرنا النهارده كله راضي والجميع متراضي عزيزي. في العلوك الفيديو راضينا كده واعمل لايك او سبسكرايب، ولو ما عجبكش الفيديو فتذكر عزيزي ان احنا لا نشاهد في كرة القدم المصرية الا بعض المزاحات وبعض الكرات التي تبدو انها جميلة، لكن للأسف الشديد ليس كل شيء في كرة القدم المصرية قد يبدو حقيقي، لانك لو حسبته ان الموضوع حقيقي احتمال يجيلك ضغط او شلل او سكر، فبلاش عزيزي، خد الموضوع اعتبره فيلم كوميدي او اعتبره مسرح مصر ونتفرج على سكتشات وخلاص، ونعدي نعدي البعض عزيزي.